مساء الخير. Property Yours البرنامج اللي بيعرف المشاهدين على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. اليوم كمان رح نقدم لكم عقارات جديدة ومتنوعة. منتابع حلقتنا سوا لنعرف شو محضرنا فريق العمل اليوم، خليكن معنا. تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت تحديدا بعين التينه، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع، وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه، بالاضافه لاي سي وسنترال هيتين. 6 اليفيترز بكل بلوك، انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه، 3000 متر مربع مساحه خضراء، واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديده مامنه، بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندر جراوند فلورز للباركينج. I don't wanna know who's taking you home. دوبلكس فخم للبيع باخر طابق من الفرح 954 تاور بالاشرفيه شارع ساسين، قريب من ساحه ساسين واهم المراكز بالمدينه، وبنفس الوقت بشارع سكني برايفت ورايق. تاور جديد مؤلف من 14 طابق، اما دوبلكس مساحته 443 متر مربع على الطابق 13 و14 مع برايفت انترنال اليفيتور. مودرن ديزاين بالداخل والخارج، جيم على الروف واندر جراوند للباركينج والستورج. من اهم المواصفات عمار ايكو فريندلي ودبل وولز وجليزنج. اما بالداخل اي سي كونسيلد وهيتنج سيستم، ومؤلف الدوبلكس من 4 غرف نوم 2 ماستر 2 صالون وداينينج. دوبلكس هاي اند جاهز للسكن بالاشرفيه مع بانوراميك فيو ما بينحجب على المدينه والبحر والجبل وموقع استراتيجي. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروان تحديدا ساحل علما، كاشف عبيو خليج جوني وخضر جبل حريصه. مشروع بيمتد على مساحه ارض 15000 متر مربع، ومساحات الابارتمنتس بين 175 و650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقه سكنيه رايقه، وبنفس الوقت قريب من اهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجاريه والسياحيه. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، أوتدور بول ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندر جراوند فلور خاص للباركينج والستورج، وباركينج إضافي للجوف. حمرة 202 تاور سكني موقعه استراتيجي بالحمرة قريب من أهم المراكز التجارية، مؤلف من 14 طابق وشقتين بالطابق. مساحة كل أبارتمنت 220 متر مربع، مكونة من 3 بدرومز وحدة ماستر، صالون وداينينج مع 4 باثرومز وميدز روم. 4 أندرجراوند فلورز مخصصين لاثنين باركينج لكل شقة بالإضافة لستورج روم.
سبيسيفيكيشنز عالية بالعمار، رخام أوروبي، هاي أند كيتشنز وباثرومز، حمرة 202 هاي أند تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن كاشف على المدينة. 23 من أصل 28 شقة أفيلبل للبيع. ريزيدنس 858 تاور جاهز للسكن بالأشرفية بمنطقة استراتيجية وحيوية قريبة من أهم مراكز التسوق والترفيه والخدمات. مألف التاور من 14 طابق للسكن وثلاثة أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج. أول قسم من الأبارتمنت شقة وحدة بالطابق مساحتهم 233 متر مربع، أما القسم الثاني شقتين بالطابق والمساحات بين 96 و 137 متر مربع. عدد الشقق 23 وبس عدد قليل available للبيع. أبارتمنت مصممة بأحدث التقنيات ومأمن فيها air conditioning و heating system, double walls, fire alarm system و 2 elevators بالإضافة ل 2 private generators. أما بالداخل رخام أوروبي و high-end bathrooms و kitchens. ريزيدنس 858 ريزيدنشال تاور بالأشرفية تحديداً شارع شارل مالك كاشف على فيو المدينة والبحر، لكجري انتيريورز بالإضافة لمعايير عالية بالعمار. أكد صندوق التنمية العقارية بالسعودية أنه رح يقدم برنامج التمويل العقاري ضمانات لأكثر من 50,000 مستفيد من الفئة اللي بترفضها البنوك والمتعثرين والمتسببين لعدم قدرتهم بالوفاء بالمخاطر المالية، من بين 400,000 مستفيد بقوائم الانتظار وفق تسلسل الموافقات. ورح يضمن الصندوق حوالي 191 مليار ريال بعد تحويله إلى مؤسسة مالية. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكم بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وتراسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكيفية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على موعد.